العودة إلى الملف الصحي العراق لتسليط الضوء على الوضع هناك في ظل انتشار كورونا وتسجيل إصابات بفيروس الفطر الأسود. ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد رئيس فريق التمريض التطوعي في العراق فراس الموسوي. سيد فراس، مرحبا بكم. يعني مع تسجيل أول الإصابات بفيروس الفطر الأسود في محافظة ذي قار، بداية نريد منك كيف انتقل هذا المرض وما مدى خطورة انتشاره في العراق؟ نعم، السلام عليكم ورحمة عليكم الله. السلام عليكم سيد فراس. الكرام، هلا سيدي، يا مرحبا. بصراحة هذا المرض هو في طبيعة الحال من الأمراض المنتشرة بأغلب دول المنطقة وخصوصا في منطقة في الهند. بصراحة أغلب الدول لحد الآن طريقة الانتقال هي طريقة شبه مجهولة من دولة إلى أخرى، وإحنا نعاني اليوم من مرض كورونا وسبب الانتشار والجائحة التي ضربت جميع بلدان العالم. نعم. فبالتالي العراق هو ليس في منع عن هذا الوضع العام السيء حقيقة. أعتقد أن هناك شيء غير معلوم لأغلب دول العالم بسبب الأمراض المنتشرة والغير معلومة المصدر وغير معلومة الانتشار. فبالتالي هناك تصريحات من منظمة الصحة العالمية بمعرفة سبب الانتقال لمرض كورونا وما هي الآلية لصيغها، واتجهت باتجاه الحظر في العراق والسياقات المعمول بروتوكول منظمة الصحة العالمية. نعم. بالتالي هناك بعض الإجراءات وهي بصراحة لم تكن واضحة المعالم بسبب مجهولية الفيروس نفسه. طيب. الفطر الأسود حقيقة وما حصل في محافظة ذي قار، وهناك إشارة على أنه توجد هناك 4 حالات في مصابة بالفطر الأسود، وهذه بصراحة أيضا غير معلومة المصدر وسبب الانتقال لحد الآن. فبالتالي هناك مخاوف بصراحة من هذا المرض اللي هو الفطر الأسود بلانجس، وحقيقة وعادة ما يكون يصيب الجهاز المغذي وعدوى فطرية تصيب الجيوب أو الدماغ، وبالتالي يضطر بعض الجراحين لاستئصال العيون بعض المناطق المصابة للسيطرة على عدم الانتشار المرض، وهو من الأمراض المخيفة حقيقة والمميتة، ويحصل بصراحة بسبب صفة بعض المواد العضوية مثل سيد فراس. نعم. سيد فراس، أنت تعرف بأن هناك سياحة علاجية من العراق إلى الهند بكثرة، هل تعتقد أنه قد أتى من الهند يعني هذا الفيروس الفطر الأسود؟ بصراحة ولم تعلم المصادر الرسمية نعم. الآن عن هذا الموضوع، لأن هناك مسافرين كثر في الهند، فبالتالي اللي تم إجلاءه للعراق هم بصراحة قامت الدولة العراقية بحجر والمعنيين بالأمر الصحي بحجر المسافرين في مناطق معينة من هذا الموضوع، لكنه لحد الآن لا يعلم ولا يعلم ولا نعلم هل هم المصابين. لم يعلم طبعا ولم يصح عنهم رسميا هل هم المصابين من ضمن المسافرين الهند ام هم من غير مصابين، هل يا ترى هؤلاء ملازمين للمسافرين القادمين من الهند ام لا؟ لحد الان لم تصح الجهات الرسميه، افصحت الجهات الرسميه عن 4 اصابات موجوده في محافظه قار، والخوف ان يكون هناك بعض المحافظات بها اصابات غير معلومه لحد الان. بصراحه هناك 18 علامه لهذا المرض، فبالتالي المخاوف كبيره لدينا والشان الصحي بعموم العراق والمعني بالامر الصحي. طيب سيد فراس، هي امراض تفشت. سيد فراس، نعم. العراق هل لديه الامكانيه لكي يتعامل مع هذا المرض؟ هل لدينا امكانيه صحيه عاليه لكي نتعامل مع هذا المرض؟ قطعا الامكانيه هي امكانيه محدوده جدا جدا جدا، اسباب متعدده. تعرف اليوم البنى التحتيه للوضع الصحي عموم العراق هو لا يحمد بصراحه، لانه نحن نتعرض لجائحه كورونا، ولحد الان لم نسيطر ولم تكن لدينا القدره الكافيه على احاطه الجائحه على اقل تقدير ببعض المحافظات. هناك تفشي واضح، لحد الان لم تنزل الاصابات عن 4000 حاله، وحالات الوفاه تتعدى 30 او 40 حاله وفاه. فبالتالي هذه مخاوف تزيد من قابليه انه هل هناك سيطره على القادم من ام لا؟ وهل يا ترى هؤلاء الذين كانوا مصابين نفس المسافرين ام ملامسين؟ فبالتالي هذه السيطره هل تكون موجوده للوضع الصحي بالعراق؟ سوف تحدد بقبل الجهات المعنيه، لكنه لحد الان نحن لم نخرج من جائحه كورونا حتى ندخل بحرب ثانيه مع امراض قادمه، ولا نعلم لحد الان سيطره هذا المرض في المناطق التي
انتشرت مسبقا قبل ان يكون موجود بالعراق. لحد الان هناك مخاوف جدا، اعتقد لا توجد لحد الان موارد ايجابيه على انه راح تحاط هذا والسيطرة عليه، لانه هو شيء مجهول لحد الان، علم في منطقه او محافظه غار فقط، فبالتالي لا نعرف هل هناك حسابات سوف تفاجئ بظهورها في بعض المحافظات او المناطق النائيه او المناطق الحضريه، لحد الان لا نعرف. طيب سيد فراس، بالنسبه للمواطن العراقي، ما الاجراءات الواجب اتخاذها لكي يتقي هذا المرض؟ بماذا تنصحون انتم؟ طبعا وقطعا ننصح المواطن العراقي ان لا يتهاون مع اي اعراض لديه، سواء اعراض جراحه كورونا او الفطر الاسود. بالتالي ظهور اي عرض وان كان ارتفاع بسيط في الحراره او وهن عضلي او لا سمح الله اعراض اخرى تدعو للمرض، فبالتالي يجب ان يراجع لاقرب مؤسسه صحيه وان لا يجتهد ويكون هو طبيبا لنفسه، بل يذهب الى اقرب مؤسسه مثل هذه الاعراض تتميز بصراحه انتفاخ في العينين، وهذا امر جلي وواضح، الفطر الاسود او الاحمرار، وبصراحه الصداع والم الجيوب والسعال حتى العقليه، يكون هناك اضطرابات ذهنيه موجوده عند المريض، ارتفاع درجه الحراره، ضيق التنفس، احمرار الجلد، وهذه بالتالي اعراض مقاربه لمرض جائحه كورونا او الاعراض الاسود، فبالتالي اي شيء راح يتعرض المواطن العراقي ننصح بالذهاب الى اقرب مؤسسه صحيه حتى يكون هناك اجراءات لازمه للسيطره على اقل تقدير على هذا المرض والاحاطه به، وهذه سوف تزيد من المعلومات وقابليه المؤسسه الصحيه على التعرف اكثر على هذه بصراحه المرض القادم والغير معلوم. من بغداد رئيس فريق التطوعي التمريضي في العراق فراس الموسوي، شكرا جزيلا لكم.